السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد. اليوم عندنا تغطية بتوكيلات العالمية، عندهم نزل سبارك 2019. سبارك 2019 صار عليها فيس ليفت بسيط بالواجهة الأمامية، لو تلاحظون قصة اللي هو اللي ضافوها اللي بالصدام هذه اللي بالنص مع الخط المتصل مع كشافات الضبر وشكل النور. بحط لكم الصور حقت الموديل 2018، والمفتاح غيروا شكله وضبطوه صار أجمل من قبل. طبعا هذه الاس اللي معنا مكينة 1400 والجير سيفتي. عندك المقابض بنفس لون السيارة، طبعا تعتبر هي هاتشباك، وهذه صرفية الوقود. لو تلاحظون الحين حقت ورقة المواصف حقت صرفية الوقود صاروا يكتبون نوع الجير، جير سيفتي. حجم الماكينة 1400 ويمشيك اللتر 19.6، والبنزين 91. معليش عاكس عليكم الشمس. وهذا شكله مع الجنب، هذه سعره ب 37,000 شامل الضريبة. توكيلات العالمية للسيارات، هذه بين مخرج 5 و6. بس أحوركم شكله من داخل، هذا الشكل الداخلي. ازرار تحكم بالنوافذ، قفل مركزي، وهذا تحكم بالمرايا اللي برا. وعندك طول العمر حق النور، زر فاصل مانع انزلاق، وفيه التحكم بالشاشه الصغيره هذه. خل اركب وشغلها لكم. مراتب باللون الاسود. خل قبل اركب اوريكم المرتبه الثانيه. فتحت الباب من وين؟ من هنا زي اللي قبل. تكاية بدون تكاية بالنص، وهذا شكل الدبلوم من ورا. طبعا ما في تكاية بالنص هنا، وفي زي حق حامل اكواب ومساحة تخزين صغيرة. السقف رمادي والمراتب باللون الرمادي. أوريكم الداخلية. هذا الشكل الداخلي، طبلون 200 والباقات فيها أمامية، فتحة التكييف، وهذا اللي هو حق الرادو، وهنا فرارات حقت المكيف. وعندك هنا مخرج يو اس بي و12 فولت. وهذا الجير، الجير سيفتي جلنط. مساحة تخزين هنا، وهذا الدرج. بس قضينا السماعات، توقع 4 سماعات في 2 فوق، وعندك طول العمر اللي تحت هنا. هنشغل لكم السيارة. هذا المفتاح ما قبل شوي ما كان، هذا المفتاح ما قبل شوي ما كان واضح لكم. نقول بسم الله. هذا سويتش، هذا الطبلون. بسم الله. معليش. زر فاصل مانع انزلاق، واي بي اس اللي هو زر صورت لكم قبل شوي، وحساس ضغط هواء كفرات. بس وهذا السيدي، ما هو سيدي بعد، هذا بس الرادو. بس قضينا، اوريكم الماكينه الحين. هذا النور الواطي، طبعا اصفر عادي، هولوجين وفلشر. وكشافات الضباب اللي تحت. وهذه اسطبات. اوريكم الماكينة. وهذه الماكينة بحجم 1400. دفع امامي طبعا. وبس سلامتكم يا غالين، في امان الله وبحفظ الكريم.